في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 308 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات، وضبط معهم 169 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 66 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 371 قطعة سلاح ناري أبرزها 53 بندقية و43 بندقية آلية و11 مسدساً و264 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و45 خزينة إضافة ل 996 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 349,612 حكماً قضائياً من بينهم 1086 حكم جناية و134,193 حكم حبس و166,092 حكم غرامة و48,241 مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 16 متهماً قاموا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 68 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 124 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2257 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2450 متهماً من بينها أكثر من 1134 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 2600 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقارب من 105.5 كيلوغرام وضبط قرابة 283 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى حوالي 46.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 30,345 قرص مؤثر
و16461 قرصة ترامادول مخدر وعدد 426 قرصة كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 377 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 13 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان. كما تم ضبط 3 قضايا غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 78 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.